ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني الكلمة الافتتاحية في مستهل أعمال الدورة العادية 29 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وسلم جلالته بصفته رئيس القمة العربية السابقة في ختام كلمته، سلم رئاسة القمة العربية الحالية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية. التفاصيل في هذا التقرير. القضية الفلسطينية والقدس، الأزمة السورية، التدخلات في الشؤون العربية والعمل العربي المشترك كانت أبرز محاور الكلمة التي ألقاها جلالة الملك عبد الله الثاني في قمة الظهران. جلالة الملك أكد على الحق الأبدي الخالد للفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين في القدس التي هي مفتاح السلام في المنطقة، لافتا إلى أنها حجر الأساس لتحقيق الحل الشامل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واجب ومسؤولية تاريخية نعتز ونتشرف بحملها، وسنواصل بالتنسيق مع أشقانا في السلطة الوطنية الفلسطينية وبدعمكم ومساندتكم حمل هذه المسؤولية والعمل على تثبيت صمود المقدسيين والتصدي لأي محاولة تمس بهوية المدينة المقدسة أو تسعى لفرض واقع جديد أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. التطورات الإيجابية في العراق والنصر الذي حققه على عصابة داعش الإرهابية إنجاز أشاد به جلالة الملك في كلمته قبل أن يتطرق إلى الأزمة السورية، حيث أشار جلالته إلى دعم جميع المبادرات التي سعت لدفع العملية السياسية وخفض التصعيد على الأرض، وذلك في إطار السعي المستمر للتوصل إلى حل سياسي للأزمة يشمل جميع مكونات الشعب السوري. قمنا بدعم جميع المبادرات التي سعت لدفع العملية السياسية وخفض التصعيد على الأرض كمحادثات أستانا وفيينا وسوتشي، مع التأكيد على أن جميع هذه الجهود تأتي في إطار دعم مسار جنيف وليس بديلا عنه. الالتزام بمبدأ حسن الجوار قضية أخرى أكد عليها جلالة الملك، لافتا إلى أن المصلحة الإقليمية المشتركة تستدعي التصدي لأي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما أكد جلالته على ضرورة تكثيف المجموعة العربية لجهودها مع جميع المنظمات الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم العربي. نؤمن بأن المصلحة الإقليمية المشتركة تستدعي التصدي لأي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو إثارة الفتن والنزاعات الطائفية فيها أو تهديد أمنها بأي شكل من الأشكال. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أطلق أعمال القمة 29 بعد أن تسلم رئاستها من جلالة الملك، حيث ألقى كلمة أكد فيها عدة قضايا، كان أولها القضية الفلسطينية التي قال إنها قضية العرب الأولى وإنها ستظل كذلك، معربا عن استنكاره لقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس. الملك سلمان دعا خلال كلمته إلى موقف أممي قوي ضد سلوك إيران في المنطقة، مجددا التأكيد على خطورته. نجدد في هذا الخصوص الإدانة الشديدة لأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في المنطقة العربية، ونرفض تدخلاتها السافرة. الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ألقى كلمة لخصت في مضمونها الحال العربي والتهديدات التي تواجه الأمة وأمنها القومي، حيث اعتبر أن التهديدات الكبرى التي تواجه العرب تتساوى في أهميتها وتتطابق في خطورتها، وأن تآكل الحضور العربي الجماعي في معالجة الأزمات يغري الآخرين للتدخل في الشؤون العربية. إن التحديات الحالية تفرض علينا جميعا التفكير في إجراء حوار جاد ومعمق حول الأولويات الكبرى للأمن القومي العربي. إن هذا التوافق وذلك التناغم هو ما سيعيد للعرب تأثيرهم في مجريات هذه الأزمات التي صارت ساحة مفتوحة لتجاذبات دولية ومنافسات إقليمية وتدخلات خارجية.
مضامين هذه الكلمات توافقت على الأزمات والتحديات التي تواجه الأمة والتي أدت إلى حال عربي مضطرب، فهل تجد هذه الكلمات طريقها إلى التنفيذ لتترجم واقعا عربيا جديدا ينقذ الأمة من وحل الأزمات؟ سؤال إجابته سترسم ملامح المرحلة المقبلة للعرب. البيان الختامي للقمة العربية 29 والمنعقدة في مدينة الظهران السعودية أكد على رفض القادة والزعماء العرب لقرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس وضرورة إنهاء الأزمة اليمنية والعمل على استقرار ليبيا وإيجاد حل سياسي في سوريا. نتابع أبرز كلمات القادة العرب وأهم ما تضمنه البيان الختامي في هذا التقرير. تنعقد قمة ظهران اليوم والأمة العربية في أسوأ أحوالها، فبالأمس فقط تعرضت سوريا لضربة غربية، وقبل أيام استشهد فلسطينيون برصاص الاحتلال في غزة، وقبل أشهر أعلن الرئيس الأمريكي القدس المحتلة عاصمة للاحتلال، ومنذ عدة سنوات يعيش اليمن وليبيا كأبوس الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية. إننا نجتمع اليوم وجيش إحدى الدول الإقليمية متواجد على أرض دولتين عربيتين في حالة احتلال صريح لأراضي دولتين عربيتين شقيقتين، وهناك اجتماعات تجرى لتقرير مصير التسوية وإنهاء الحرب الأهلية الشرسة التي أزهقت أرواح ما يزيد عن 500,000 سوري بدون مشاركة لأي طرف عربي. هذه التحديات التي تواجه الأمة العربية أكد القادة العرب أن أهمها القضية الفلسطينية، ما حدا بالعاهل السعودي أن يسمي القمة بقمة القدس، وأعلن عن تبرع المملكة ب$200 مليون للقدس ولدعم الأونروا. إن قضية فلسطين بقيت دون حل بالرغم من صدور مئات القرارات عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، لم تطبق جميعها، فإلى متى ستبقى إسرائيل دون مساءلة أو محاسبة تتصرف كدولة فوق القانون؟ القمة العربية 29 التي عقدت في مدينة الظهران السعودية على بعد حوالي 200 كيلومتر من الساحل الإيراني تصدر التدخل الإيراني أجندتها، فقد أكد الملك البحريني أن الدول العربية بحاجة لمزيد من التكاتف لمواجهة التدخلات الخارجية. تعزيز العمل المشترك وصون الأمن القومي العربي، مؤكدين هنا أن التعاون بين الأشقاء هو ما سيحفظ للدول العربية مقدراتها ويضمن لها أمنها واستقرارها لتتمكن من صد التدخلات الخارجية المتكررة في الشؤون الداخلية لعدد من الدول. سوريا التي تغيبت عن القمة بسبب تعليق عضويتها في الجامعة العربية كانت حاضرة على خجل في قمة ظهران، حيث أكد أمير الكويت أن المجتمع الدولي يتعامل بمعايير مزدوجة مع الأزمة السورية، وأشار إلى أن بلاده لم ولن تتردد في تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا لتخفيف المعاناة على شعبها. تطورات الأوضاع في سوريا الشقيقة والتصعيد الذي تشهده منذ 8 أعوام والتي أدت إلى كارثة إنسانية، فالأنباء التي تتوارد من هناك حول المزيد من القتلى والجرحى والمشردين أصبحت تدمي القلوب وتكشف عن عجز المجتمع الدولي الذي هو بكل أسف يتعامل بمعايير مزدوجة. فهذا المجتمع يندد ويستنكر وقد يتخذ بعض الإجراءات لانفجار يحدث هنا أو هناك ويكون ضحيته شخص أو شخصان، ولكنه يقف في نفس الوقت عاجزا عن الإدانة والاستنكار واتخاذ الإجراءات أمام مئات الآلاف من القتلى والجرحى. إذن اتفق العرب في البيان الختامي لقمتهم على رفضهم لقرار الإدارة الأمريكية بشأن القدس، كما اتفقوا على ضرورة عدم تدخل القوى العظمى بمصير دول عربية وأهمية إنهاء الأزمة اليمنية واستقرار ليبيا والحل السياسي لسوريا. فهل سيتحقق نزر يسير مما قرره العرب في قمتهم؟
قمة القدس محور حلقة الليلة من نبض البلد، والتي تأتيكم بعد نشرة الأخبار مباشرة. أقر مجلس النواب مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين، الذي يأتي بهدف تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بشروط أفضل من خلال تيسير الاقتصاد أو تيسير الاقتراض بضمان الأموال المنقولة. ويحفز القانون الإسراع في عملية التنفيذ على المرهون وتسييله لتحصيل الحقوق من خلال عدة مرتكزات، منها إنشاء حق الرهن على الأموال المادية والمعنوية الحالية والمستقبلية الثابتة منها والمتغيرة عبر اتفاق بين الدائن والراهن دون اللجوء إلى إجراءات شكلية. ويتضمن القانون تمكين الدائن من إنفاذ حق الرهن في مواجهة الغير من خلال إشهاره في سجل مركزي ينشأ لهذه الغاية، وترتيب أولوية حقوق الدائنين بحسب النفاذ في مواجهة الغير. وقد شهد مشروع القانون نقاشات واسعة تحت القبة خلال جلستين صباحية ومسائية قبل أن يتم إقراره. إذا ما وضع العقار تأمينا للدين فيعني لا إشكالية، بتصور لك الإشكالية التي عرفها النص إذا ألحق هذا العقار بالتخصيص بعد توثيق مالك أو الصحيفة العقارية، فلا بد من الإشهار حتى يتقدم صاحبه. هذا الأمر هو جوهر هذا القانون، إنه كيف يمكن أن تستمر قيادة المنقول في يد المدين الراهن حتى يقوم استثمارها واستغلالها وحتى يتمكن من تسيير أموره في هذه الأموال ضمن ضوابط موجودة في هذا القانون. وبالتالي جاءت هذه العبارة بهذه الطريقة، لأن الأمر هذا أمر جديد في نظامنا القانوني ويختلف عما هو وارد في القانون المدني. وكان المجلس قد حذر في جلسته الصباحية من التداعيات السلبية للتطورات في سوريا على فرص الحل السياسي للأزمة، مطالبا بالحد من تداعيات التدخل الأجنبي في الشؤون العربية. جاء ذلك في كلمة افتتاحية لرئيس مجلس النواب تضمنت مناشدة القمة العربية العمل على توفير مظلة لحل عربي للأزمات في سوريا واليمن وليبيا. تفاصيل الجلسة في هذا التقرير. التحذير من التدخل الأجنبي والتأكيد على التمسك بالحلول السياسية، أبرز ما حملته الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس النواب خلال جلسة المجلس الصباحية، مناشدا القمة العربية العمل على توفير مظلة لحل عربي للأزمات في سوريا واليمن وليبيا. وأكدت الكلمة أن الحل السياسي للأزمة السورية هو الحل الكفيل بحقن الدماء ووقف الاقتتال الداخلي، مشددة على ضرورة الاحتكام في مسألة استخدام الأسلحة المحظورة دوليا إلى خبراء دوليين محايدين. إننا ونؤكد رفضنا لكل أشكال التدخل الخارجي في سوريا، لنؤكد أن هذا المطلب ينسحب كذلك على الطائرة العربية كافة، وعليه نستنكر بأشد العبارة ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من اعتداءات بصواريخ وقودها دول إقليمية، وهو ما نعتبره مساسا بأمننا العربي وأمن أشقائنا لنا. وخلال الجلسة وافق المجلس على إحالة مشروع قانون الإعسار لسنة 2018 المرسل من الحكومة إلى لجنة مشتركة من اللجنتين القانونية والاقتصادية، وأقر إعطاءه صفة الاستعجال. وأثار مشروع القانون جدلا تحت القبة، فبينما أكد نواب أهمية القانون لتحديد كيفية السير في إجراءات الإعسار، تساءل آخرون حول الأسباب الموجبة له في ظل وجود نظام الإفلاس التابع قانون التجارة، كما عبر عدد من النواب عن استغرابهم لمنح مشروع القانون صفة الاستعجال. لذلك أنا زملائي أؤيد المقترح رغم عدم قناعتي دائما باللجان المشتركة، إلا أنه هذا القانون له جانبين مهمين جدا، الجانب القانوني والجانب الاقتصادي. لذلك أنا أذهب إلى ما ذهب إليه الزملاء خليل عطية وآخرين بأن يحول إلى لجنة مشتركة من القانونية والاقتصادية مع إعطاء صفة الاستعجال. وشكرا. أنا باعتقادي لا مشكلة على الأرض الواقع بالمحاكم من مثل هذه القضية، وتعالج وقد صدرت أحكام في هذا الجانب دون وجود أي مشكلة من المشاكل، هذا جانب. ولذلك أنا لست مع الإسراع في صفة الاستعجال.
وخلال مناقشة مشروع قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، أقر المجلس عددا من المواد، حيث وافق على السماح بوضع المحاصيل الزراعية والمعادن تحت الأرض كضمانة وفاء التزام بالدين، فيما حضرت مادة أخرى أقرها المجلس رهن المقتنيات الشخصية والمنزلية أو الرواتب بأكملها ووضعها كضمانة للوفاء بالالتزام. أعلنت مديرية التدريب العسكري التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة في مؤتمر صحفي، أعلنت عن بدء تمرين الأسد المتأهب بالشراكة مع القوات الأمريكية إضافة إلى قوات بريطانية وقوات الناتو للسنة الثامنة على التوالي، والذي يمتد حتى 26 من شهر نيسان الجاري. ويهدف التمرين هذا العام إلى تحسين المواءمة العملياتية بين القوات المسلحة الأردنية والجيش الأمريكي والتدرب على مكافحة الإرهاب وعمليات أمن الحدود وعمليات الإخلاء والعمليات الإنسانية وإدارة الأزمات وعمليات المعلومات والعمليات النفسية والشؤون العامة والاتصالات الاستراتيجية والتخطيط للعمليات المستقبلية. وإن ما ترونه اليوم هو نتاج لاجتماعات تنسيقية دقيقة سينتج عنها إن شاء الله تنفيذ دقيق لما تم الاتفاق عليه، وهذا جزء مما تطمح إليه القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في استراتيجيتها التدريبية والأمنية، وبتوجيهات مباشرة من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، والتي تتطلع دوما إلى تعزيز علاقاتها العسكرية مع شركائنا في شتى أنحاء العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعتبر شريكا استراتيجيا هاما للأردن وفي كافة المجالات. Eager Lion is a golden opportunity to pursue better ways to address specific threats to regional security at the operational level. This year, our goal is to sustain the successes of the past with events like the Global Strike Mission, which involves our long-range strike bombers and exercises our air crew's abilities to integrate with forces in a different part of the world. أكدت جلالة الملكة رانيا العبدالله أهمية البرامج التي تعمل على نشر التوعية حول ظاهرة التنمر بأنواعها، بما في ذلك التنمر الإلكتروني، الذي أكدت جلالتها أنه من أخطر أنواع التنمر. جاء ذلك خلال زيارة جلالتها مدرسة الصوالح الثانوية الشاملة للبنات، حيث اطلعت على أنشطة حملة لا للتنمر. وتقوم الحملة بجولة تشمل 12 مدرسة حكومية وخاصة ولقاء الطلبة لحثهم على الوقوف ضد الإساءة والتنمر. وانضمت جلالتها إلى ورشة عمل حول التنمر جرى خلالها عرض الإجراءات اللازمة للوقوف ضد التنمر والإساءة، كما حضرت جلالتها مجموعة من الفعاليات لزيادة الوعي حول التنمر، ضمت طالبات من صفوف متعددة وعرضت وسائل يمكن استخدامها لرفع الوعي بالتنمر في المدارس. أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن الأمة بحاجة إلى قراءة جديدة لذكرى الإسراء والمعراج لتعود له مقاصده التربوية والدعوية والثقافية، ليعود للأمة الأمل بمستقبلها. وقال الوزير خلال الاحتفال الديني الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين برعاية نائب جلالة الملك سمو الأمير فيصل بن الحسين، قال إن الإسراء كان تثبيتا لقلب النبي لمواجهة الصعاب والتحديات، وهو الأمل والتثبيت الذي تتعطش له الأمة هذا اليوم، وما أحوج أهل القدس والمرابطون في جنبات الأقصى إلى وقفة أبناء الأمة إلى جانبهم، موضحا أن الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي يسارع إلى السبق في هذه الوقفة التي تنبع من إيمان عميق وشعور بالواجب تجاه الأهل في القدس خاصة وفلسطين عامة. بهذه المناسبة العظيمة ذكرى الإسراء والمعراج، نقدم التهنئة للعالم العربي والإسلامي بعامة، و نقول بأن هذه الذكرى تعيد إلينا وإلى ثقافتنا المسجد الأقصى والقدس الشريف في مرتبة الصدارة، وليكون ولتكون هذه الذكرى وقفة تربوية إيمانية متجددة في كل عام.
تعلن يوم الأربعاء المقبل نتائج الامتحان الشامل في دورته الربيعية، حيث يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة يعقد مؤتمرا صحفيا الساعة 11 من صباح الأربعاء لإعلان النتائج. أهلا بكم من جديد، والآن إلى الملف الفلسطيني، حيث اقتحم عشرات المستوطنين منطقة حرشة إلى الغرب من قرية المزرعة الغربية قرب مدينة رام الله المحتلة، وقاموا بالاعتداء على المزارعين وتخريب المزروعات هناك ومحاولة سرقة المواشي ضمن سعيهم لاستفزاز المواطنين الفلسطينيين لدفعهم لترك أراضيهم ومصادرتها وضمها للبؤرة الاستيطانية المقامة هناك. كعادتهم يحاول المستوطنون التوسع أكثر بعد أن يضعوا أيديهم على أي قطعة أرض في المناطق الفلسطينية، فيحاولون استفزاز أصحاب الأراضي المجاورة لها والاعتداء عليهم لمصادرة هذه الأراضي. هذا ما يحدث منذ أيام من قبل مستوطني البؤرة الاستيطانية التي يطلق عليها أهالي قرية المزرعة الغربية قرب رام الله اسم بؤرة حرشة نسبة للمنطقة التي تقع فيها. حاطين عينهم على عينين عين الماي هون، وبدهم يصادروا ارض فوق زيتون وخرب، هم بيدعوا انها الهم، هاي ورثناها عن اجدادنا، عن ابوتنا، عن اهلنا، هاي ارض فلسطين، ارض ابوتنا هن، كيف هو بتجرأ بفوت ارض مش اله؟ يعني نزلت على يوم الجمعه بحط بعلامات، كانه هاي اله ملك اله، بساله منين انت؟ اللي بحكي لي من امريكا، قلت له شو جايبك عندي هون؟ بأرض فلسطين. بعدين يعني دول يعني مستوطنين، يعني قطعان من المستوطنين. المستوطنون اليوم بدأوا اعتداءهم في وضح النهار وبحماية من جنود الاحتلال الذين أغلقوا مداخل القرية ولم يسمحوا للصحفيين الوصول لمنطقة البؤرة إلا بعد انسحاب المستوطنين الذين قطعوا السياج المحيط بمزارع المواطنين وحاولوا سرقة مواشيهم التي يستخدمونها في الحراثة. خربوا، نعم، اليوم قطعوا الشيك وبدهم يطيحوا على البركة يسبحوا. بعد ما كسكسوا الشيك بقيت أحرث هناك في المنطقة هذيك، يأخذوا الحمارة ويسندوا فيها، وبعدين لحقتهم لهناك، تسويت أنا وياهم، دحوني ودحيتهم وأخذتها. تفشر عليهم ولا يصدروها، هاي أرضنا ما نتخلى عنها حتى لو بروحنا. تعاني القرية الاستيطان من جهتين، من الجهة الغربية تحاول المستوطنة المقامة هناك التمدد أكثر على أراضي القرية، فيما هذه البؤرة الاستيطانية تستفز المواطنين وتسعى لإجبارهم على ترك أرضهم لمصادرتها وسط تخوف الأهالي من أن تصبح البؤرة مستوطنة كبيرة. استفزاز مستمر وتخريب متواصل من قبل المستوطنين القادمين من البؤرة الاستيطانية التي تقع في أعلى تلك التلة، هي محاولة منهم للتوسع في هذه البؤرة ومصادرة أراضي المواطنين في هذه المنطقة حرشة في المزرعة الغربية قرب رام الله. هذه المحاولات تقابل بمقاومة مستميتة من قبل أصحاب هذه الأراضي. من قرية المزرعة الغربية قرب رام الله المحتلة، حافظ أبو صبرة، رؤيا. عقد مركز دراسات القدس وللعام الثاني على التوالي عقد مؤتمرا دوليا لبحث أبرز طرق دعم مدينة القدس المحتلة وسكانها في ظل هجمة الاحتلال الشرسة عليها. التفاصيل في هذا التقرير. إيمانا بأهمية مدينة القدس وخصوصيتها، ووقوفا في وجه محاولات الاحتلال المستمرة لاستبدال طابعها العربي بآخر تهويدي لا يخدم سوى مصالح الاحتلال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، يأتي المؤتمر الدولي هذا والذي يحمل عنوان القدس والمستقبل بتنظيم من مركز دراسات القدس. القدس بحاجة ماسة، الوضع فيها صعب، أهلنا بتغلبوا حتى بحياتهم اليومية، يعني اللي البني آدم اللي عادي اللي بده يصحى يروح على شغله يترزق، عنده فواتير بالشهر، بده يوفر سكن إلى آخره، تحديات في القدس هائلة. فإحنا طبعاً الجامعة مش راح تقدر تغطي من خلال هاي العملية التخطيطية والخدماتية كل احتياجات القدس، بس بدها تمشي بهذا الاتجاه. هذا المؤتمر يعتمد على البحوث الأكاديمية التي تتناول الجوانب الثقافية والتاريخية والاجتماعية وحتى البيئية للمدينة، وذلك لدعم الجهات السياسية بحجج وروايات توضح المعاناة اليومية لها ولسكانها نحو إيجاد الحلول الاستراتيجية اللازمة. يعتبر من المؤتمرات الأكاديمية
اللي فيها مجموعة من الأساتذة والدكاترة اللي احنا بنفتخر فيهم بوجودهم في مدينة القدس، وهم بيمتلكوا أوراق وكتب وأبحاث هي دائما تؤكد وتعزز الهوية الفلسطينية لمدينة القدس. يعني أنا كإنسان مقدسي أعمل في مدينة القدس، مشاركتي في هذا المؤتمر بالدرجة الأولى هي تأكيد عروبة وهوية المدينة المقدسية من خلال هاي الأوراق، من خلال هاي الدراسات. ودائما نترك بصمة فلسطينية بعمل أكاديمي محترم، مش يكون العمل هو فقط حديث، ولكن يكون بأوراق ومطبوعات وكتب تقدر توثق التاريخ الفلسطيني وتقدر توصل لكل العالم. وكمان رسالة بقول إنه لازم تكون هاي الدراسات والكتب مش بس باللغة العربية، لازم تكون أيضا بلغات العالم المختلفة، لأنه إحنا صراعنا اليوم هو صراع بتأكيد والحفاظ على الهوية الفلسطينية في مدينة القدس. أبرز توصيات المؤتمر تضمنت وضع تصورات لما ستبدو عليه القدس في العقدين القادمين، وبحثت طرقا لإبراز الرواية التاريخية الحقيقية لها في ظل التغير الديموغرافي والمعماري المتواصل فيها. من مدينة القدس المحتلة، آية الخطيب، رؤيا. وفي جولتنا حول العالم المزيد من الأخبار، ومنها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تبدأ عملها في دوما، ومساع جديدة في بريطانيا لإجراء استفتاء عن اتفاق بريكست. تبدأ بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملها في مدينة دوما غدا وصول فريقها إلى سوريا، وفق ما أكد مسؤول سوري، تمهيدا لمباشرة تحقيقها حول هجوم كيماوي مفترض اتهمت دمشق بتنفيذه. بعد ساعات على الضربات الجوية، تقدمت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا إلى شركائها الاثني عشر الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيماوية. تشن قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف العسكري عمليات مركزة ضد ميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء. يأتي هذا بعد إعلان الجيش سيطرته على سلسلة جبلية استراتيجية غرب محافظة الجوف. استهدف هجوم غير مسبق شنه مسلحون يرتدون بالذات جنود الأمم المتحدة، وصلوا على متن آليات مفخخة واستخدموا قاذفات صواريخ، معسكرين لبعثة المنظمة الدولية ولقوات برخان الفرنسية، وأسفر عن سقوط قتيل وحوالي 20 جريحاً. تطلق الأحزاب البريطانية حملة تدعو إلى إجراء استفتاء بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست، وتؤكد على حق المواطنين البريطانيين وليس فقط السياسيين الإدلاء برأيهم بشأن الاتفاق. بعد ستة أشهر على أول عمليات توقيف قادة للانفصاليين الكتالونيين، نظمت تظاهرة في برشلونة احتجاجا على استمرار اعتقال تسعة استقلاليين متهمين بالتمرد وللمطالبة بفتح حوار سياسي. عادت الحياة إلى طبيعتها في العاصمة السورية دمشق، وذلك عقب ضربات جوية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على مواقع في البلاد. قال سكان دمشق إنهم لم يشعروا بها. المزيد في هذا التقرير. سماء صافية وأجواء ربيعية وحياة طبيعية، يوم عادي في العاصمة السورية دمشق، حيث فتحت المحال التجارية أبوابها أمام المواطنين، وذلك بعد يوم على ضربات جوية غربية تعرضت لها مواقع في البلاد. سكان دمشق بدأوا يومهم كالمعتاد، فذهبوا إلى أشغالهم في الصباح الباكر وكأن شيئاً لم يكن. كان سهران للساعة 3 الصبح ونام، وفز الساعة 7 نزل على شغله. شلون بدك تقنعه أنه كان في ضربة؟ يعني ما حدا حس فيها، ولا معظم العالم ما حسيت فيها. اللي كان بيته قريب من الضربة حس فيها، ولكن ما أثرت على الأسواق، ما أثرت على حياة العالم العادية، ما حدا حس فيها. الضربات الغربية لم تؤثر على الحركة في المدينة، وذهب البعض إلى القول إنهم اعتادوا على هذا الوضع خلال الأعوام السبعة الماضية. امبارح كان في ضربة والحمد لله فتحنا محلاتنا وكان في زباين وإقبال، كان الحمد لله عادي على الشغل وعلى الأسواق كلها، ما تأثرنا بشيء. صلنا سبع سنين بالموال هذا، كل مرة بيضربوا بيتأثر، ما بتأثر الشغل عنا، وشعبنا تعود على كل هالأمور هاي.
الحياة تستمر وتعود إلى مجراها دائما رغم كل التحديات. ورغم الأزمة السورية المتواصلة منذ 7 أعوام، إلا أن مدينة الياسمين ظلت عصية على أطراف النزاع وحافظت على طابعها وطباعها. والآن نترككم مع هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق.